كريمة رشدي صحفية، وأنا من الموقعين على هذا المانيفست ديال الخارجات على القانون، لأن هذا القانون ما يمكنش يستمر في ظل هذا المجتمع اللي كيعرف واحد التطور اللي ما كيسيروش هذا القانون نهائيا. كاين واحد التمييز ما بين الحريات الفرديه وما بين الاجهاض. اي باش نوضحوا الامور، بالنسبه للحريات الفرديه حنايا كنطالبوا بان هذا المشرع ما يتدخلش في العلاقه الحميميه ديال الناس داخل الفضاءات الخاصه. وبالنسبه لهذا الكلام اللي كتقول بان حنايا كنشجعوا على الفساد وهذا، ما عمر الرذيله ما كانت شي حاجه اللي مزيانه وبالنسبة لنا وبالنسبة لأي واحد. والمسؤولية راه دائما مرتبطة بالحرية. الإنسان اللي كتكون عنده حرية كيكون مسؤول أكثر. وفي الناس معروف أن كل ما هو ممنوع مرغوب، وحنايا كنطالبوا بالحرية، ولكن الحرية اللي مرتبطة بالمسؤولية واللي ما كتضرش الفضاء العمومي نهائيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.